من فازت بخنجر هذا المساء الرائع والجميل هنا في عاصمة الميادين. سعادة عبد الله بن مبارك المهيري هو من يتوج الفائزين، وهذا هو المنظر الرائع للهجن الفائزة في هذا المساء. إذا هنا مشاهدين الأعزاء سالم بن محمد بن جهويل، وهذا هو حمد بن محمد بن جهويل المري مالك مشرفة يتوج بهذه الخنجر، خنجر اللقايا شوط المفتوح الذي يذهب هنا مع بن جهويل لحظات التتويج. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هذه هي نشوة الفوز والانتصار، يرفع الخنجر إلى الأعلى للفوز والانتصار فرحا مع مشرفة، بينما يأتي تتويج اللي هو ممدوح لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. هنا حمد بن محمد بن عقيل المري هو من يتوج بهذا الدرع نيابة عن البرنس. سعادة عبد الله بن مبارك المهيري يتوج حمد بن محمد بن عقيل المري. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا المساء. إذا مهرجان زايد التراثي يتواصل بهذا العطاء، يتواصل بهذا الدعم الكبير، أغلى مهرجانات الخليج الذي ينطلق هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في عاصمة ميادين السباقات. هكذا مشاهدينا ومتابعي قناة أبو ظبي الرياضية نتواصل ونستكمل برنامج هذا المساء من خلال الأشواط التي سوف تعلن انطلاقتها من بعد